امتى ابقى صاحب ابني او صاحب بنتي، وادي له مساحه الاهتمام، واعرف ان هو محتاج ان هو يرغي معايا ويفضفض معايا ويتكلم معايا في مشاكل اصحابه، او لو بنت صاحبتها في المدرسه، ويكون الموبايل ده بالنسبه له اداه تسليه مش اداه هروب من الواقع. هو ده بيبدا من اول سن سنتين. لو انا من طفلي عنده سنتين اتعودت ان انا بقعد جنبه اشاركه في نفس اللعبه اللي بيلعب بيها، واكلمه اكلمه على انه كبير، على انه بيفهم، اديله مساحه من الوقت انا وهو لوحدنا. لما الام بتدي المساحه دي في الطفوله وفي السن الصغير قوي، يبتدي الطفل يتعود ان في لغه حوار موجوده، ويبتدي يرجع للاهل ويحكي لهم. لما ما تفهش من مشاكله الحاجات البسيطه اللي هو بيحكيها ابقى بسمعه. في فرق بين انا بسمع ولا باصغي، يعني الاصغاء ده ان انا بديله اهتمام، باصص له وبسمع مشكلته مهما كانت صغيره، لان هي دي اللي بتناسب سنه، وبديها اهتمام. غير لما اكون بسمع وانا الام بتطبخ او بتعمل حاجه في البيت او بتذاكر لحد تاني، ومجرد بتسمع المشكله كده. فالاصغاء ده لوحده بيديله احساس بالاهميه. لما انا كمان اشاركه في الحاجات اللي بيحبها، يعني ابلكيشن مثلا زي التيك توك، انا متاكده ان معظمنا كاهالي عندنا مشاكل كبيره جدا مع ابلكيشن التيك توك، لكن على فكره الابلكيشن ده فيه حاجات، فيه بعض الحاجات كويسه. فهل انا قعدت مع ابني واتكلمت معاه، طب انت بتتفرج على ايه، طب انت بتشوف ايه، طب انت بتسمع ايه، ولا انا بنتقده بس على طول الخط؟ الانتقاد على طول الخط بيقلل ثقتهم في نفسهم، بيبعدهم، لان هو بيحس ان انت ضدي، يعني انت مش قادر تفهم الحاجات اللي انا بحبها ومعجب بيها. فهبتدي اروح للناس اللي في سني، اللي في نفس الليفل بتاعي، اللي بيسمعوا نفس الحاجه وبيتشاركوا نفس وطبعا غالبا الافكار بتبقى مغلوطه، لان انا ما هاخد نصيحه من حد قدي في نفس العمر، غالبا النصيحه دي مش هتبقى صح. يعني انت مع ان الام تمثل مقاطع صوتيه مع الطفل؟ طبعا جدا. انا بعمل كده مع اولادي. نصيحه بتديها؟ انا بعمل كده مع اولادي، يعني شايفه ان في حاجات مقبوله في التيك توك ممكن نشاركهم فيها. ليه لا، مش عيب ابدا. في ناس بتقدم محتويات فيها حاجات تعليميه، في حاجات فيزيكس، في حاجات في الطبخ. يعني ابني مثلا الوسطاني بيحب جدا الطبخ، مش اي مشكله ان هو يقعد يشوف. لو في نوع من انواع الكرتون مثلا او الشخصيات اللي احنا بالنسبه لنا دي حاجات صغيره تتفرجي معاها، بس ساعتها بيحسوا ان احنا لان الحقيقه يعني لما احنا كول هيبتدوا يحكوا لنا. بالظبط كده. هي كل ما احنا قربنا ونزلنا، احنا المفروض نقرب للحته اللي هم فيهم وننزل على ركبنا كده. حتى لما بيخش طفل في نوبه غضب دايما نقول للام انزلي اقعدي، خلي مستوى عينك في نفس مستوى عينه. انا عايزه بقى اقف عند الحته دي، مهمه قوي. بنشوف كتير قوي فيديوز كده الاطفال، او ساعات واحنا في السوبر ماركت دي اشهر حاجه، اطفال عايز حاجه معينه الام مش راضيه، فرجنا الناس كلها عليه. ايوه طبعا. بيسموها اكتر واحده مكسوكه يا حرام. الام هنا ساعتها يا حرام بجد بتصعب عليا. ايوه طبعا. مش الطفل، بحس الطفل هنا شرير. الام هنا تتصرف ازاي؟ طيب، هو احنا بس عندنا حاجتين في النقطه دي بالذات. اولا، احنا عاده بنعقد اتفاقات مع اولادنا قبل ما نخرج. يعني احنا رايحين السوبر ماركت، انت هتقدر تشتري حاجه. انا بكلمه ده وبحكي له ده قبل ما ندخل السوبر ماركت خالص. الاماكن الكبيره زي الهايبر من الحاجات اللي فيها اضواء كتير والوان كتير، فبتثير قوي الاطفال، بتخليهم في حاله نفسيه مش حياتهم الطبيعيه. طيب، حصل لا قدر الله بقى نوبه الغضب اللي احنا نشوفها دي، ان الطفل شبط في حاجه، ماما قالت لا، راح مرمي في الارض دبدبه رهيبه، كل اللي بيعدي طبعا بيتفرج. هي بتبقى اكتر واحده حاسه انها متوتره. الحل ان يعني معلش تجاهلي الناس خالص، لان الناس مش هيعملوا اي حاجه في اللحظه دي. انزلي على ركبك وخليكي صبوره لغايه لما تون العياط بتاعه يقل شويه. هو بيبقى بادئ بسرينه عاليه قوي قوي، وبعد كده نفسه هيبتدي ما يساعدوش قوي انه يعيط، فهيبتدي غصب عنه يقلل التون ده. لا، انا بعمل حاجه، خلصت تمام، يلا بينا. اتحمل ازاي نظرات الناس حواليا؟ لا، ما تجاهليها. طب خليكي باصه لابنك، تجاهلي خالص نظرات الناس. ماشيه جنبي بتنتقدني عادي، وكل الناس تقول لك معلش حرام، طب شيليه معلش خالص، ولا كانك سامعه. اول ما اهدى فهمي انك متفهمه انه زعلان. حبيبي بطل عياط عشان نعرف نتكلم، لما تبطل عياط هنتكلم. استجاب وبطل عياط، بشيله برفعه عشان يبقى نفس مستواه في مستوى بتكلم معاه. مش احنا متفقين مع بعض ان احنا هنجيب كذا او هنعمل كذا؟ ده خارج الاتفاق. عيط تاني، بقوم اقف تاني لغايه ما مفيش بقى عياط. الحاجه الاولانيه اصلا اللي قلنا عليها، لا 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 مفيش. برافو عليك، ده مفيش. لان هو لو اخد ده بالطريقه دي هتبقى دي نفس الوسيله اللي هياخد بيها، هيطلب بيها. وهم اذكى في الحاجات بكتير 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 بكتير. البيبي اللي بيتشال الاقل من سن 6 شهور عارف كويس قوي يزن ازاي، لو كان بيتشال عشان يتشال. فهم بيبقوا اذكياء وعارفين كويس قوي بيتعاملوا ازاي، وفاهمين الاتاتشمنت ده او الارتباط الشرطي بينا، بيبقوا فاهمينه كويس. يعني الطفل ده فاهم انا يعني طبعا بيستغلني ازاي. طبعا 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 فاهم. طبعا فاهم. وعنده ادوات للضغط وادوات للمساومه وادوات الابتزاز وعنده كل الاسلحه. يعني الاطفال الصغيره اسهل حاجه لما تحب تجيب الاتنشن لحد مش واخد باله، تعمل نفسها ايه، لا بطنها وجعاها وبتعيط حاجه وجعتها،
واحنا دايما بتبقى استجابتنا سريعه بقى لما نحس ان العياط ظهر او في حاجه وجعته او اشتكى من اي حاجه، اسيب كل اللي في ايدي واركز. فتلاقي الطفل ده بيكرر نفس السلوك ده كل ما يعوز حاجه. ما هو ده لفت الانتباه.